السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي متتبعي قناة دنيا بلوغ. اليوم إن شاء الله فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه حرشة ديال الشعير البلبولة بكل المراحل ديالها، بأسرار ديال الحرشة ديال الشعير باش ما تهرش لينا وتجي مجموعة بطريقة سهلة وسريعة وأكيد ناجحة 100%. وكما العادة لعجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك معنا في القناة والبارتاج مع الأهل والأحباب والأصدقاء. كما تتشوفوا إخواني أخواتي بأن الحرشة تجي مجموعة ما تتهرس، كتبقى شادة في راسها على هذا الشكل تجي رطبة، وأكيد أنها لذيذة في نفس الوقت وصحية. ولهذا اللي مهتمة بالأمر وبغت تشوف كيفاش حضرنا هاد الحرشة تبقى معايا للأخير باش تشوف المقادير وكيفية التحضير. ودابا نبداو على بركة الله. لهاد الحرشة نحتاجو جوج كيسان ديال الشعير البلبولة، وغنحتاجو الماء يكون غليان باش نفزقو فيه هاد البلبولة ديال الشعير، يكون الماء طايب. وغنصفيوها من داك الماء ديالها باش لكان شي حاجة ديال الشعير تتحيد. من بعد ما صفيناها نزيدو ليها شويه د الماء حتى الشعير ديالنا يتغطى مزيان، ومن بعد نغطيو عليها ونخليوها واحد نص ساعه ترطب. وفي هذا الاثناء ناخذ ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وإلا ما كانتش معجونه بحال بحال، مع ملعقه صغيره من السكر، مع نصف كاس من الماء. نخليو الخميره ديالنا تتفاعل مع السكر والماء،
ودابا هي البلبولة ديالنا رطابت. وتتولي بحال هاد الشكل، بحال هكا رطبة. تتشرب داك الماء كامل ديالها. دابا غنزيدو ليها الخميرة والسكر والماء، وغنضيفو ليها كأس ناقص منه 1 سنتيم، وغنزيدو ليها 3 ملاعق ديال زيت الزيتون، قوصة من الملح، ودائما الملح على حسب الذوق، المقياس بكأس العنبة، نضيفوا لها 2 ملاعق صغار ديال الحليب بودرة، ولا ما كانش بحال بحال ماشي مشكل، وغنزيدوا لها 1 ملعقة كبيرة من الدقيق، ونضيفوا 1 شوية ديال الماء باش القوام ديالها يجي خفيف هكا، باش تجي الحرشة ديالنا مجموعة. وضروري البنات ما نخدموا العجينة ديالنا بحال هاد الشكل، بحال هكا بالملعقة، باش العجينة ديالنا تجمع. وفي هاد الأثناء غنكونو وجدنا مقلاة، دهناها بالزبدة ورشينا عليها شوية ديال السميدة، السميدة ديال الحرشة العادية، ونقرصو العجينة ديالنا بحال هاد الشكل. وهذه هي الحرشة ديالنا من بعد ما طابت،
تتجي بحال هكا، بحال هاد الشكل، تتجي مجموعة. انا تعمدت نهزها بحال هكا بانها ما تتكسر ما والو، تتبقى مجموعة وفي نفس الوقت تتجي لذيذة وتتجي رطبة. الى هنا اودعكم الى وصفة قادمة جديدة ان شاء الله، واللي عجبته الوصفة ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ودعمونا بالاشتراكات ولي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. إلى اللقاء.